أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله اليوم الاثنين بعلاج المواطنين والمقيمين ومخالفي أيضا الإقامة المصابين بفيروس كورونا، وذلك مجانا على حساب الدولة. وقال وزير الصحة السعودي توفيق ربيع في مؤتمر صحفي إن الملك سلمان أمر بعلاج مرضى كورونا من المقيمين ومواطنين ومخالفين لنظام الإقامة في جميع أنحاء المملكة مجانا. وقد أعلنت السلطات السعودية أمس الأحد عن تسجيل 4 وفيات و96 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 خلال الساعات 24 الماضية. يأتي هذا في الوقت الذي أحدث رئيس هيئة العامة للترفيه السعودية تركي آل الشيخ ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في نشره صورة جديدة له من داخل الحجر المنزلي. ونشر تركي آل الشيخ صورتنا عبر حسابه على موقع الانستغرام وهو يقضي فترة الحجر المنزلي للوقاية من فيروس كورونا. وكان تركي آل الشيخ قد أثار شكوكا واسعة حول إصابته بفيروس كورونا المستجد بعدما نشر تغريدات عديدة عبر حسابه على موقع تويتر يتحدث فيه عن المرض ومعاناة المرض. وكان تركي آل الشيخ يكتب على حسابه عبر تويتر تغريدة يقول فيها: لا يعرف معاناة المرض أو صعوبته إلا من ابتلي به. ربي لا يوريكم مكروه، في غالي الأمراض ابتلاء من الله، ونشهد الله أننا صابرون محتسبون الأجر، كل ما عدلت واحد يميل الثاني. وقال في تغريدة أخرى: يا رب ارحم ضعفي فلا ملجأ منك إلا إليك، الأمر الذي جعل الكثير من محبي أبو ناصر ينشرون عبارات تعاطف ودعوة له بالشفاء، إضافة إلى رسائل دعم دونها فنانون ونجوم في عالم الرياضة وكتاب وإعلاميون ومسؤولون حكوميون ونخب سعودية. وقد قامت وكالة التطوير العقاري بوزارة الإسكان السعودية بتفعيل تقنية الدرونز بهدف إجراء مسح حراري وفحص العاملين للتأكد من سلامتهم. ونقلت صحيفة سبق أن القرار الذي أتى ضمن الخطوات الاحترازية المتمشية مع الإجراءات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث يعتبر ارتفاع حرارة جسم الإنسان مؤشرا على احتمال الإصابة بالمرض. وأوضح المشرف العام على التطوير العقاري بوزارة الإسكان مازن الداوود أن الوكالة عمدت لاستخدام تقنية الدرونز في الكشف عن سلامة العاملين في المشاريع السكنية للحفاظ على سلامتهم الصحية وضمان استمرار العمل باستكمال بناء المشاريع السكنية. وأكد المسؤول السعودي أن سلامة العاملين في المشاريع السكنية تأتي ضمن أولويات الوزارة في الوقت الراهن، ويتم تطبيق كل الخطوات الاحترازية لحماية العاملين في مشاريعها وضمان سلامتهم تنفيذا للخطوات الإجرائية التي أقرتها الدولة لحد من انتشار كورونا. هذا وقد أعلن البنك المركزي السعودي الأحد إقرار حزمة من الإجراءات الجديدة لمواجهة آثار انتشار هذه الجائحة. ونقلت وكالة رويترز الإجراءات والتدابير الجديدة المتخذة من البنك المركزي السعودي، حيث وافق الأخير على إعادة هيكلة التمويل المقدم للعملاء دون رسوم إضافية. كما طلب البنك المركزي السعودي من البنوك تقديم التمويل الضروري لعملاء القطاع الخاص الذين فقدوا وظائفهم، كما العمل على مراجعة الفوائد والرسوم الأخرى لبطاقة الائتمان تماشيا مع تراجع أسعار الفائدة. كما أكد البنك المركزي أنه مستعد لتقديم كل الدعم اللازم لزيارة استقرار القطاع المالي والنشاط الاقتصادي، طالبا من البنوك مراقبة التطورات وتقييم تأثيرها على كفاية رأس المال والسيولة ومؤشرات السلامة المالية الأخرى. هذا وقد صادرت السلطات السعودية أكثر من 5 ملايين كمامة خلال أسبوع جرى تخزينها لبيعها لاحقا بسعر أعلى، في وقت تتزايد أعداد ضحايا وباء كورونا في المملكة. وبحسب وكالة الأنباء السعودية، ضبطت الفرق الرقابية في وزارة التجارة في حائل شمال الرياض اليوم الأحد 1,168,000 كمامة محزنة لدى شخص أجنبي كان ينوي بيعها في وقت لاحق. وقامت السلطات بحجز الكمامات وإعادة وضعها في الأسواق بمنطقة حائل. وفي جدة عثرت فرق التفتيش الحكومية الأربعاء الماضي على 4,310,000 كمامة محزنة، وتم حجز الكميات وإعادة توزيعها على الأسواق وإيقاع العقوبة اللازمة بحق المنشأة وإحالتهم للجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقها بحسب الوكالة. أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجدل من خلال تغريدة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر مساء اليوم الأحد. ونشر ترامب خبرا على صفحته في تويتر حول نجاح مركز باتر للعلوم والأبحاث التقنية، والذي يتخذ من مدينة كولومبوس بولاية أوهايو مقرا له، في تطوير تقنية جديدة لتنظيف 80,000 قطعة من أدوات الحماية الشخصية من كورونا لإعادة استخدامها مرة أخرى فيما بعد
كطفرة كبرى في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. أشار ترامب في تغريدته إلى أن حاكم ولاية أوهايو مايك ديواين أوصى باستخدام هذه التقنية في عملية مكافحة فيروس كورونا، إلا أن ترامب ارتكب خطأ كبيرا عندما قام بعمل منشن لشخص مقيم في مدينة جدة السعودية يملك حسابا على موقع التغريدات القصيرة تويتر يحمل نفس الحروف التي ترمز إلى الإدارة الفيدرالية الأمريكية للغذاء والدواء المعروف اختصارا باسم FDA، حيث كان يريد مطالبة تلك الوكالة الفيدرالية بالتحرك السريع من أجل استغلال هذه التقنية، إلا أنه أخطأ في توجيه الرسالة. تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي في السعودية السبت مقاطع فيديو يظهر مواطنين بأكثر من مدينة وهم يرددون النشيد الوطني من شرفة منازلهم أثناء سريان منع التجول في المساء لمواجهة فيروس كورونا. وعلت أصوات المواطنين بكلمة النشيد الوطني من داخل مساكنهم مع تردد صداها وسط البنايات. جاء ذلك عقب إطلاق مواطنين دعوات عبر موقع تويتر لجميع من في المملكة العربية السعودية سواء مواطنين أو مقيمين لترديد النشيد الوطني لبلادهم في تمام الساعة 8 مساء السبت، على أن يكون ذلك من نوافذ المنازل في جميع أنحاء المملكة. أعلنتنا قبل قليل عدة أخبار عاجلة. أولا، أعلنت السلطات السعودية عن فرض حظر التجول في محافظة جدة وتعليق الدخول والخروج منها ضمن إجراءات منع تفشي فيروس كورونا المستجد في المملكة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية وصل الأحد عن مسؤول في وزارة الداخلية تأكيده تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة ليكون ابتداء من الساعة 3 من مساء يوم الأحد وللمدة المقررة في الأمر الملكي الصادر في 27 من رجب. ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة السعودية أكثر من مليون كمامة موزعة سرا بمدينة حائل خلال تحرياتها الميدانية ووزعتها للصيدليات لاستخدامها في الوقاية من فيروس كورونا. وذكرت وكالة الأنباء السعودية واسا أن فرق الرقابة ضبطت 1,168,000 كمامة محزنة بهدف تسويقها لاحقا خارج منطقة حائل عن طريق وافد يعمل كوسيط لحسابه الخاص. وقالت أنه تم حجز هذه الكمامات وإعادة ضخها في الأسواق بمنطقة حائل واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين. قال أئمة ودعاة ومقربون من القارئ السعودي المعروف أبو بكر الشاطري السبت أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد خلال تواجده في العاصمة البريطانية لندن. أكد إمام المسجد الكبير في الكويت أحمد بن عبد العزيز أنفيس إصابة الشاطري بالفيروس وكتب عبر تويتر: دعواتكم لأخي الغالي الشيخ أبو بكر الشاطري فقد أصيب بكورونا من مقامه في لندن، اللهم اشفيه بشفائك ودويه بدوائك يا أرحم الراحمين. تداول مغردون عرب في موقع تويتر رسالة نصية منصوبة للشيخ الشاطري يشكر فيها كل من سأل عنه ودعا له بالشفاء، وقالوا: والله لقد غمرتموني بإحسانكم وجميل دعواتكم وحسن اهتمامكم ومتابعتكم، فجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وعظم أجركم وجبر بخاطركم وحفظكم الله من كل سوء، دمتم لي أحبابا في الله. الرسام الكاريكاتير السعودي عبد الله الصايل انه اصيب بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما اجرى فحوصات طبيه اظهرت نتيجه ايجابيه للاصابه. ونشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صوره جمعته بالفريق الطبي وعلق قائلا: من يوميات تجربتي مع كورونا برفقه الفريق الطبي الرائع هذا الصباح بقياده الطبيب السعودي الدكتور رائد عبد القوي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيبه. قال عبد الله الصايل في تغريدة: تأكدت إصابتي بالكورونا، معنوياتي مرتفعة وأخضع حاليا للعناية الصحية في أحد فروع مستشفى دكتور سليمان الحبيب بالرياض.